طلعناها. إذا مشاهدينا الكرام، حياكم الله من بلدة ترمس عيا بالقرب من مدينة رام الله، حيث قام قطعان المستوطنين بالاعتداء على المواطنين هنا في هذه القرية عقب دفن أحد قتلى عملية عليه التي نفذت البارحة، وقتل فيها 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرون. الآن من أماكن حرق لمنازل وسيارات فلسطينية في المكان. إذا مشاهدينا الكرام، بعد قليل سنكون في صورة أوضح وأثبت وأشمل للمكان بعد صعوبة واجهناها في الدخول للبلدة نتيجة إخلاق قوات الاحتلال للقرية لتسهيل اعتداءات المستوطنين على أهالي هذه البلدة. سنذهب باتجاه المكان الذي اقتحم منه المستوطنون في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. يجدر الإشارة أن شبكات الجوال المحمول معطلة هنا في هذه اللحظات، لا نعلم هي مشكلة القرصنة التي تحدثت عنها شركات الاتصال الفلسطينية، لكن نتمنى أن تكون الصورة واضحة لديكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة من بلدة ترمس عيا قرب رام الله. نبث لكم عبر وكالة جي ميديا في هذه النافذة. سنذهب إلى محيط أحد المنازل التي تعرضت لاعتداء من قبل ما يزيد عن 400 مستوطن هاجموا القرية من المستوطنة التي تظهر في الصورة أمامكم، هذه مستوطنة عليه. هنا عشرات، هذا هي أحد المنازل التي تعرضت للحرق، وسيارة أيضا، حالات اختناق شديدة أصيب بها أهالي المنزل، نقلوا بواسطة الإسعاف الفلسطيني من هنا. في حدا وراي بصورها. يعطيك العافية عمي، بيتك هذا؟ نعم نعم. يعطيك ألف الحمد لله على السلامة. إذن هذا أحد المنازل التي تعرضت للحرق على أيدي المستوطنين الذين هاجموا القرية بحماية من قوات الاحتلال. سنحاول إجراء لقاء مع صاحب المنزل بعد قليل مشاهدينا الكرام. هذه أثار الدمار. هذه السيارة التي تعرضت للحرق من قبل المستوطنين، ما زالت ألسنة النار تتصاعد من هذه السيارة التي تعرضت للحرق من قبل المستوطنين. إذن مشاهدينا الكرام، 3 سيارات أحرقت في هذا المنزل، بالإضافة إلى المنزل الذي تقطنها العائلة، سيارتان تحملان لوحة تسجيل فلسطينية، هذه إحدى السيارتان. الوضع صعب للغاية في قرية ترمس عيا قرب رام الله.
حتى هذه اللحظة يحاول الأهالي إخماد النيران المندلعة على بعض مناطق المنزل نتيجة عدوان المستوطنين على هذا البيت ومن فيه من سكان. سنحاول الوصول إلى العم ومعرفة كيف نجا. عمي إذن أثار الحجارة التي تمتد على محيط المنزل والزجاج المنثور والمكسور أيضا بسبب اعتداء المستوطنين على هذا المكان. سنأخذكم بجولة حتى الزرع لم يسلم من المستوطنون هنا. حرص المستوطنون على تدمير كل شيء في هذا المنزل. كما تشاهدون في الصورة أيضا حتى المزروعات تعرضت للحرق والتكسير بواسطة الحجارة والمواد المشتعلة. هذه الحجارة التي استعملت من قبل المستوطنين للاعتداء على أصحاب هذا المنزل وتدميره. عم انت من سكان الحارة؟ لا والله الحارة الثانية. ممكن نستضيفك تحكي لنا عن اللي صار في المنطقة هون؟ شو سمعت شو صار؟ مين من اللي هون كان؟ اشر لي على واحد. يلا صاحب ساكن هون. يعطيك العافية يا عمي. الله يعافيك. الله على السلامة. الله يعافيك. حكيت النادي صاحب الدار. انت مو حالك في حالك. اي حدا بيمشي الحال. مش عارف يعني التفاصيل، ما فيش عندي تفاصيل يعني. هذه الحجارة التي استعملها المستوطنون لتكسير نوافذ هذا المنزل. صوت لإطلاق رصاص حي في هذه الأثناء. إذن سماع صوت أعيرة نارية بالقرب من المكان الذي نتواجد فيه لربما أحد المستوطنين. سنحاول الاتجاه إلى مكان سماع الأعيرة النارية بالقرب من هنا. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا في هذه النافذة. هناك عديد من المنازل في المحيط التي تعرضت لاعتداء من قبل قطعان المستوطنين. سيارات الإطفاء توافدت إلى هنا من أجل محاولة إخماد الحرائق التي تسبب بها قطعان المستوطنون. في مية اسلموا خلفها. اسلموا.
إذن مشاهدينا الكرام، يبدو أنها إصابة بالرصاص الحي لأحد الشبان. شو صديق؟ مش قادر اشوف البث طالع مش طالع، صافي يفتح عند النت نهائيا. رن بحياتك رن على كل كلها تشوف البث. الاطفائية اذا الى يمين الشاشة، ربما الاشجار تقوم باخفاء سيارة الاطفاء التي تحاول اخماد النيران المندلعة في القرية. الجو هنا للغاية مليء. بالدخان وأيضا الرماد نتيجة اشتعال النيران في أماكن مختلفة من بلدة ترمسعية، بالتحديد في المكان الذي نتواجد فيه، منطقة تعرف باسم منطقة السهل. سمعنا قبل قليل صوت أعيرة نارية أطلقت باتجاه الشبان الفلسطينيين. إذن مشاهدينا الكرام، في الخلف تشاهدون المستوطنة التي تقدم منها المستوطنون، وأيضا من مستوطنة عليه الدفاع المدني سيمر الآن لإخماد أحد الحرائق سترصدها الكاميرا. اندلاع عديد من الحرائق، تحاول سيارات الدفاع المدني إخماد هذه الحرائق المندلعة في عدة مناطق لكي لا تنتشر. في المكان الذي نقف فيه حاليا هو رماد، حرفيا تحول نتيجة حرائق قوات الاحتلال ومستوطنيهم. أكثر من 400 مستوطن قاموا بالهجوم على هذه القرية قبل نحو نصف ساعة من الآن، قاموا بإحراق عديد من السيارات والمنازل والأراضي المحيطة وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المنازل وإلقاء الحجارة بكميات كبيرة. قوات الاحتلال جل ما قامت به هو إغلاق منافذ القرية ومنع الدخول أو الخروج منها من قبل المواطنين، فيما يستمر المستوطنون من السهول المحاذية للقرية التي تربطهم مع أراضيهم المصادرة والمبنية عليها واستوطن عليها المستوطنون. أكثر من 4 سيارات إسعاف وإطفاء الآن في المكان تتواجد هنا في بلدة ترمسعية. مشاهدينا الكرام، بعد عدوان المستوطنين على هذه البلدة، مشهد حوارة يتكرر مجددا هنا في نفس هذا المكان. سنحاول التقدم قليلا زميلي حاتم إطلاق للنار مجددا الآن باتجاه الشبان الفلسطينيين بعد سماع إطلاق النار. بعد سماع صوت اطلاق النار السابق قبل قليل، راينا سياره الاسعاف تتجه للمكان ونقل اصابه. الو يلا دير بالك من السياره، حط خوذ حتى. مشاهدينا الكرام، سنحاول التقدم أكثر إلى مكان تواجد تجمع السكان، حيث يحاولون الدفاع عن القرية وصد هجمات المستوطنين بالقرب من هنا. نستمر بالتقدم الآن مشاهدينا الكرام، مع استمرار هجمة المستوطنين على أهالي قرية ترمسعية.
وحرق عديد من المنازل. الآن يوجد منزل آخر قد التهمته النيران على يمين الشاشة. زميلي حاتم هلأ وضعت في صورة الحال للسادة المشاهدين هذا المنزل الذي حرق. نحاول الوصول إلى أهالي هؤلاء المنازل. رأينا بعضا منهم وكانوا بخير لكن لا نعلم ما حل بالبقية. أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم للمواد المشتعلة بعد إحراق المنازل من قبل المستوطنين. إذن مشاهدينا الكرام نستكمل هذه الجولة الآن من بلدة ترمسعية حيث تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين أثناء هجومهم على أهالي القرية في هذه اللحظات. عشرات الإصابات نقلت في قرية ترمسعية. إصابات ترصد في الأمام الآن برصاص قوات الاحتلال. سجل لزي على الشمال وخفوي كذبني كذبني قدام الساعة عشان الاطفائية. حاتم اوعك الساعة. افتح الطريق افتح الطريق الطريق يلا يلا. تعال انا بحكي لك شو بدك تعمل. انتم منين؟ اذا مشاهدينا الكرام مع احد المواطنين عمي عمي هلا حدثتنا ما الذي يجري الان في قريه ترمسعيه؟ اللي يجري الان ان ترمسعيه تحترق، السهل مش قادرين نصل لحركه كل الزرع، اجوا على البيوت هذول، دمروا بيطلع 15 20 30 دار، ما بعرف قديش. ودمروا سيارات وحركوا سيارات وهي اطلاق نار وفي عندنا جرحى وفي عندنا مصابين، هجموا علينا المستوطنين بالمئات، هانوا عم مدخل البلد متجمعين وهلا راح يدخلوا من مدخل البلد. الصوت اطلاق النار ناجم عن المستوطنين ولا جنود الاحتلال؟ جنود الاحتلال. اطلاق نار كثيف اذا مشاهدينا الكرام. هذا مفرقعات هذا مفرقعات راح نتقدم في ظهر الاطفائية من برا. وين ضيعتهم؟ انا ما لحقتهمش مش في حيل امشي. اذا سنحاول التقدم اكثر مشاهدينا الكرام حيث عشرات اشجار الزيتون الى يمين الشاشة تم الاعتداء عليهم من قبل قطعان المستوطنين في قرية ترمسعية. أراضي بعشرات الدنومات حرقت في هذه اللحظات ومحاصيل زراعية منطقة زراعية تعرف باسم السهل أحرقت بالكامل. أراضي كاملة في خلف التلال. نشاهد الدخان يتصاعد منها دون إمكانية الوصول إليها نتيجة تمركز المستوطنين فيها وأيضا منع قوات الاحتلال للمواطنين من التقدم. هذا منزل آخر يشتعل الآن أمامنا فيما تحاول سيارات الدفاع المدني إخماد الحريق. هذا
مشاهدينا الكرام، منزلان تعرضا للحرب كما تشاهدون في الصورة، إلى جانب بعضهما البعض. تم إحراق المنزلين بشكل كامل، منازل أحرقت عن بكرة أبيها، كل ما تواجد على الطريق هنا في هذا الطريق الذي مررنا به تعرضنا للاحتراق. في 30 إصابة هكيك، واحد بقى جدا في السيدرة إذن مشاهدينا الكرام، تستمر هذه التغطية من بلدة تورمسعية قرب رام الله، تستمر اعتداءات المستوطنين بحق
كل ما هو فلسطيني في هذه البلدة في هذه اللحظات. باختصار، رصدنا في العشر دقائق الماضية ما يزيد عن 6 إصابات لربما بالرصاص الحي أطلق من قبل قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال. إلى الأمام قليلا سيارات الإطفاء لا تستطيع إخماد النيران بسبب كثافة النيران الإسرائيلية ولا بسبب تواجد المستوطنين ومنع أي فلسطيني من المرور تحت حماية من جنود الاحتلال. المستوطنون مسلحون هنا وأيضا معهم آليات من قوات الاحتلال حضرت من المستوطنة التي تعتلي أراضي بلدة ترمسعية واللبن الشرقي. سيارات الإسعاف ذهابا وإيابا تقوم بنقل المصابين في هذه اللحظات. سيارات الإسعاف التي يعاق عملها أثناء محاولتها الخروج من القرية. شوي يا شباب. نستمر بهذه التغطية من بلدة ترمسعية ونقل الصورة. في الحقيقة الاعتداء لم ينتهي حتى هذه اللحظة والمستوطنون بالعشرات على حدود القرية وبحماية من قوات الاحتلال يطلقون الرصاص الحي اتجاه الشبان الذين يحاولون صد هذا الهجوم الذي يسفر عن حرق عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية. حضر الأهالي هنا للدفاع عن المنازل والأراضي التي تعرضت لهجوم هنا. ربيع يا سيدي شو نسوي؟ إذن مشاهدينا الكرام
على حدود بلدة ترمسعية هنا استمرار المستوطنين وجنود الاحتلال باعتدائهم على هذه البلدة. الأهالي رصدنا هبتهم لنصرة المنازل التي تعرضت للحرق والمنازل والسيارات. عمي، ما الذي يجري في قرية ترمسعية الآن؟ ما يجري في قرية ترمسعية هي حرب تطهير عرقي، حرب إبادة، حرب حرق الشجر والبشر والبيوت بحماية الجيش أو عصابات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية. آخر إصابات حاليا قبل دقائق، كنا نطفي في بيت في آخر القرية، تم استهداف الشباب من قبل الجيش فقط لأنهم بيحموا في البيوت وبيطفوا في البيوت. رصدت كثير من الملابس عليها دماء، شو سببها؟ وفي على إيدك كمان دماء. مشاهدينا الكرام، هذه حقيقة، عديد من الأهالي يتواجد دماء على ملابسهم وأجسادهم، ما سبب هذه الدماء؟ الدماء آخر إصابات احنا قمنا بنقلها من عند البيت. تقريبا في آخر ربع ساعة نقلتم إصابات؟ آخر ربع ساعة 4 إصابات برصاص الحي، منها 2 خطيرة. بالتحديد اللحظات الأولى للهجوم، من أين قدم المستوطنون؟ هل من المستوطنة القريبة من هنا؟ وما الذي جرى بالتحديد؟ وكم أعدادهم؟ وكيف استهدفوا المنازل؟ المستوطنين هاجموا القرية تقريبا بداية من 150 إلى 200 مستوطن. كانوا الأهالي، معظم الأهالي في صلاة الظهر. تم الاتصال من الأهالي على الشباب، وكان في هناك تجمع كبير إلى أن صار الجيش أو يعني بحماية الجيش متمكن من حرق السيارات، من حرق البيوت. كانوا موزعين بشكل جنوني وبشكل مسعور، يعني كل مجموعة مقسمة على بيت بيحرقوا فيها، يعني ما يسألوا فيها بشر، فيها أولاد، فيها حريم، فيها نسوان، بيحرقوا البيت وبروحوا ويولعوا النار في السيارات وبحماية الجيش. والجيش بيضرب في الشباب اللي جاي ينقذ، بيضرب فيهم في غاز وفي رصاص حي. غير الدفاع المدني والإسعاف، مين توجه لأهالي بلدة ترمسعية؟ مؤسسات حقوقية، مؤسسات غيرها لرصد الوضع كلمة فيها؟ والله حالياً أنا اللي شفتها في هناك، يعني صحافة، في إعلام فلسطيني، مش عارف مين بالضبط، في الإسعاف، في سيارات الإسعاف، في الإطفائيات، يعني هذا اللي تمكنت أنا من شهادة، لأن أنا يعني مش منتبه شو قاعد بيجي. أنا إحنا قاعدين بندافع عن الدور وعن البيوت. ألف سلام عليكم عمي، ربنا يعطيكم العافية. إذن مشاهدينا الكرام، سنحاول التقدم إلى الأمام قليلا بعد. يوجد منزل أيضا إلى يمين الشاشة تعرض للاحتراق في هذه اللحظات. جيش الاحتلال هو الذي قام بإطلاق الرصاص في آخر نصف ساعة باتجاه الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بإطفاء المنازل التي اندلعت فيها النيران هنا. سنحاول الحديث مع أحد المسعفين للحديث عن الإصابات. السلام عليكم. من يوم ما بلش حدث اللي المستوطنين يحركوا في الدور وهجموا هان والشباب تصدوا لهم، بلشت الإصابات. أنا صرت مودي 2 على المركز الصحي هون، وزملائي ودوا 5 أو 7، والشوفير الثاني في حالة كانت في الوريد ونكلها مباشرة على مستشفى رام الله. المسعف الثاني سعادة من ترمسعية. قمت بالتناول دردت الإجابة عن الهاتف، لربما حالة تريد الإسعاف في هذه اللحظات هنا في بلدة ترمسعية. ما يزيد عن 7 إصابات بالرصاص الحي رصدها هذا المسعف لوحده. عمي، رصدت كثير من المواجهات والاقتحامات والاعتداءات، مثل هذا الاقتحام احكي لنا عنه والاعتداء. يعني عدة مرات كنا نتواجد في اقتحامات ومواجهات زي مش زي هيك، هاي لأول مرة، يعني سابقة، هاي يعني الأمانة إنها سابقة وعمرها ما كانت بالشكل هذا. احنا ما عشنا النكبة، بس تخيل النكبة كانت هيك نوعا ما. عن نكبتين بصراحة، يعني نزلوا بشكل همجي جدا جدا، زي مجازر، زي مجزرة، يعني كيف مجازر 48 نفس الأسلوب بصاروا يتبعوه بالمستوطنين، هم مش بس بالجيش، وعصابات الجيش كمان معهم. لما إجينا إحنا وطلعوا المستوطنين ورجعوا إجوا الجيش كملوا علينا، ضربونا غاز وضربونا بالرصاص، كانوا يضربوا مطاط وحي. أنا المنازل اللي انحرقت عمي، شو الإصابات اللي نقلت منها ولا ما عندك علم؟ المنازل الإصابات، الناس هربت من البيت لما ولعت النار، وفي إصابة جوا الدار
كانت بدي امركل السياره عن اذنك. تفضلوا. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، سيارات الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تقوم بالتوجه إلى أماكن مختلفة في قرية المغير لإطفاء المنازل والأراضي المحترقة. نزل يا حاتم. هذه سيارات الدفاع أعداد المنازل التي تعرضت للحرق تشاهدون في الصورة. قوات الاحتلال التي تقوم بإطلاق النيران تجاه الشبان الفلسطينيين الذين هبوا لإطفاء الأراضي. الشبان هنا يتواجدون بالعشرات للدفاع عن أراضيهم بعد اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيهم. شكل الصورة تحت. إذا مشاهدينا الكرام، عديد الإصابات رصدت في دكتور مسعية هنا نتيجة اعتداءات الأبزة، نتيجة اعتداءات المستوطنين على أهالي البلدة. تشاهدون على حدود البلدة تواجد لعشرات من جنود الاحتلال الذين حضروا لحماية المستوطنين الذين اعتدوا على أهالي البلدة وحرقوا عديد من المنازل والسيارات وأطلقوا النيران بشكل مباشر تجاه الشبان الفلسطينيين.
بيكملش. لبونة معي صور الملاجئة أعطيكم إياها. يوم أمس في مقبرة إيلي القريبة لأطايفة من مكان تواجدنا هنا في بلدة في ترمس عيا. نحن في المنطقة الأقرب لمحطة تشيلو وهي أول تعرض لارتداء اليوم. شو الوش نفسلو؟ مالك المنازل الآن هدأت نسبيا لكن هناك طرق وخشية متجددة. اشتغلت هناك؟ عميل أي سنة؟ في المنطقة القريبة من شارع. أوه أنت على زمن سامح قريب وتعمل حتى هلا. مرحبا شو حمى عطايا وفال عرور الاخت خطير من هون اسمه عمر حداد.
وصل الرابط ان شاء الله يعني بس بعثوا لي على التليجرام انت مباشره من التليجرام لانه في ساعه على التليجرام مباشره مصاب مصاب ان شاء الله انا ربنا ان شاء الله ان شاء الله ما في تاكيد لا ما في تاكيد يا رب شو تكتب كريم هاي الشرطه والجيش طبعا في اصابات من البلده برصاص الجيش هذا المصاب هون هاي هجم على سندي شفت الرابط من هنا على الشارع الرئيسي وسجل او عند الحفيظه يعني مش ممكن تشوف يطلع على الشيخ روح يمين قبل يمين